أحبتي أبشركم وأقسم لكم بالله ثلاثا أن هذا الوباء سينتهي لا محالة لا محالة، لأنه من سنن الله ألا يطول بلاء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سنن الله أن البلاء وقته قصير. ولكن أحبتي كورونا سينتهي لا محالة، ولكن سألتكم بالله ثلاثا، سألتكم بالله ثلاثا، إذا انتهى وباء كورونا لا تعودوا بعدها إلى الربا، إذا انتهى وباء كورونا لا تعودوا بعدها لإرسال بناتكم إلى الاختلاط. سألتكم بالله، ونحن اليوم يمتنع الرجل أن يسلم على الرجل، وتمتنع الفتاة أن تسلم على الرجل خوفا من كورونا. سألتكم بالله، كونوا على ما أنتم عليه أيتها النساء، كونوا على ما أنتم عليه بعد كورونا. الناس التي أصبحت تخاف اليوم من الموت وتصدع المستحيل من المعقمات ومن المقاية خوفا من الموت، سألكم بالله ابقوا على ما أنتم عليه بعد كورونا. المساجد التي نزلت الدموع شوقا إليها بعدما أغلقت، اعلموا أنها كانت فارغة في صلاة الفجر قبل كورونا، فابكوا عليها بعد كورونا. سألتكم بالله، هذا الحال من الإيمان، هذا الحال من التقوى، هذا الحال من الخوف، هذا الحال من الهلع، هذا الحال من القرب من الله والخوف من الموت، اثبتوا عليه بعد كورونا، والله ستكون الدنيا بخير. اليوم الناس كلها تطلب السماح من بعضها البعض، والكل يرسل للآخر، سألتك بالله سامحني، سألتك بالله اعفو عني. كورونا سينتهي، ولكن لا تعودوا لقطيعة الأرحام بعده، لا تعودوا للربا بعده، لا ترسلوا آباءكم وأمهاتكم بعد كورونا إلى دار المسنين. بعد كورونا الدول العظمى التي سقطت اليوم ليس بفعل قنبلة ذرية، سقطت اليوم الدول الكبرى، أقوى دول اقتصاد وقوة عسكرية في العالم، سقطت ليس بفعل صواريخ عابرة للقارات، وإنما سقطت بفعل فيروس لا يرى بالعين المجردة. هؤلاء هل سيبقون على ما عليه؟ أين الأخبار العاجلة عن قتل آلاف السوريين؟ أين الأخبار العاجلة عن قتل آلاف الغزيين؟ أين الأخبار العاجلة عن قتل آلاف اليمنيين؟ أين الأخبار العاجلة التي كنا نسمعها عن قتل العراقيين؟ كل العالم صمت عن الظلم وعن القتل، وإن الطفل السوري الذي قال قبل أن يستشهد قال سأخبر الله بكل شيء، قال قبل موته، طفل صغير 8 سنوات، قال سأخبر الله بكل شيء. انظروا للعالم اليوم، انظروا للعالم اليوم، الظالم والقاتل خائف من فيروس. أتمنى أن يبقى خائف إلى يوم القيامة. أتمنى بعد كورونا ألا تعود القنابل والبراميل المتفجرة تسقط على أهلنا في سوريا. أتمنى ألا يجوع أهل اليمن بعد كورونا. أتمنى ألا يصاب ولا يموت طفل من الجوع في اليمن كل ساعة بعد كورونا. أتمنى أن تبقى البشرية على ما هي عليه بعد كورونا.